الحاجه الثانيه اللي احب ان احنا نفحصها مع بعض هو الموقف اللي حصل في تجربه المسيح على الجبل الموجوده في انجيل متى اصحاح 4 وانجيل لوقا اصحاح 4. أربعة. بيتكلم إنه المسيح صام 40 يوم وفي بعد ال40 يوم جاع أخيراً. فجاء إبليس وحط قدامه 3 تجارب. هتكلم عنهم واحدة واحدة بسرعة شديدة. تفضل. في متى أصحاح 4:3 يقول: فتقدم إليه المجرب وقال: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً. وطبعا احنا عارفين رد المسيح لما قال له انه مكتوب انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. كان ايه هدف ابليس من هذه التجربه؟ كان هدف ابليس هو تشكيك المسيح في هويته. انت انسان ضعيف في الجسد. احنا عارفين المسيح له طبيعتين، طبيعه لاهوتيه وطبيعه جسديه، انسان كامل واله كامل. فجاء ابليس يقول له: انت في الجسد، انت ضعيف، انت تعبان، وان كنت ابن الله. تشكيك في هويته. بعد كده هو يقول له: أنت برهن على بنويتك لله ويخلي الحجارة دي تصير خبز. اثبت نفسك. استعمل لاهوتك لمصلحتك. على فكرة أسيس نزار، المسيح لم يصنع معجزة واحدة لأجل نفسه، لمصلحته الشخصية. كل المعجزات التي صنعها لمن هم حوله. فجاي هنا هو إبليس يقول له: اعمل لنفسك، كون أناني في هذا الأمر. لكن تجربة آدم كانت برضو متعلقة بالأكل، وكأنه الأكل يشكل أمر كبير في الديزاير، في الرغبة بتاعة الإنسان. عندما يتعطل الأكل أو يقل الأكل أو مصادر الأكل تقل أو مصادر المادية تقل، الإنسان يرتبك.